بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل اخر محاضرة عندنا في الويفز. احنا ابتدينا بانترودكشن عن الويفز عامة، وبعدين اتكلمنا عن ازاي تعمل مع الويف ماثيماتيكلي، وبعدين خدنا ابليكيشن على الويف من خلال الساوند المحاضرة اللي فاتت. والمحاضرة دي هنتعامل مع حاجة جديدة اسمها سوبر بوزيشن اوف ويفز. هنمر سريعا على الاوتلاين بتاعة المحاضرة دي. في الاول هنتكلم على البيهيفيرز اوف ويف او الفيزيكال بروبرتيز بتاعة الويف، وبعد كده هنتكلم على السوبر بوزيشن اوف ويفز من وجهة نظر الكونسبت نفسه يعني ايه والماثيماتيكال ريبريزنتيشن، وفي الاخر هنتكلم على سوبر بوزيشن اوف ستاندينج ويف. تمام، هنبتدي الجزء الاول من المحاضرة اللي هو الفيزيكال بروبرتيز اوف ويفز او البيهيفيرز اوف ويفز. بس قبل ما نخش في التايتل ده لازم نفتكر مع بعض ان انا لما جيت اتكلمت في الاول في اول محاضرة عن الويف اتكلمت على حاجة اسمها كاركترستيك او الترمينولوجيز اللي احنا بنلاقيها في اي ويفز، زي ايه؟ زي السبيد، زي البريودك تايم، زي الويف لانس، زي ايه كمان، زي الويف نمبر. الحاجات دي ترمينولوجيز احنا بنتعامل معاها واصل ان احنا بقينا بنتعامل مع الويفز. لكن اقصد ايه بالبيهيفيرز بتاعت الويف؟ اقصد ايه اللي ممكن يحصل لما ويف تقابل اوبستاكل مثلا او سطح، او ايه اللي ممكن يحصل لما ويف تبقى ماشية في ميديم وبعدين تغير الميديم بتاعها. تمام، فهو ده اللي احنا هنشوفه في المحاضرة دي، وهنركز برضو كلامنا على الساوند ويف. لما اجي اتكلم على الفيزيكال بروبرتيز بتاعة الويفز عامة، فانا بذكر ايه؟ اقول ان انا عندي حاجة اسمها ريفلكشن اللي هو انعكاس، عندي حاجة اسمها ريفراكشن اللي هو انكسار، عندي حاجة اسمها ديفراكشن اللي هو الحيود، عندي الانترفيرنس اللي هو التداخل، وعندي البولاريزيشن. تمام، ونخلي بالنا ان الخصائص دي او البيهيفيرز دي اللي موجودة عندي للويفز بتبان في كل الويفز، يعني سواء كانت لايت ويف سواء كانت ساوند ويف، يعني دي من ضمن البيهيفيرز بتاعت الويف بتاعتي. واحنا هنمر سريعا على الحاجات المهمة منهم. فمثلا لو انا جيت اتكلم في الاول خالص على الريفلكشن اوف ويف، يعني ايه ريفلكشن؟ اتفقنا الريفلكشن معناها انعكاس. تمام، فلما انا بقول لك ان انت دلوقتي لو انا عندي ويف قابلت يعني سطح، تمام، فايه اللي بيحصل؟ الانجل اللي هي بتنزل بيه، تمام، على السطح ده هي نفس الانجل اللي هي بتنعكس بيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا بتكلم في ويف زي اللايت ويف اللي هي الضوء، فلو انا جيت اتكلمت لو انا عندي ضوء قابل مرايه ايه اللي هيحصل؟ هينعكس، صح كده ولا لا؟ يبقى معنى كده الانجل اللي هو الزاويه اللي بينعكس اللي بتنزل بيها على السطح هتبقى ايكوال للزاويه اللي هو بيطلع بيها من السطح ده تاني، اللي هو الانجل اوف انسيدنس هي الانجل اوف ريفلكشن، وده باين عندك فين؟ في الفيجر اللي موجوده عندنا. تمام، طب هي الانجل دي انهي انجل؟ فقالك والله ده الانجل ده هي انجل موجوده ما بين اللي هي نازله بيها وما بين العمودي على السطح ده. يعني انا اي سطح موجود عندي بشوف البربنديكولر بتاعته اللي هي النورمال، وبنقول ان الانجل اوف انسيدنس بتاعه الويف دي هتساوي هي الانجل اوف ريفلكشن. خلاص، قال لك والله تبدا البروبرتي دي ممكن تحصل لحاجتين، ممكن يعني ممكن تحصل لانواع كتير من الويفز. فمثلا لو انا عندي والله موجة ضوء، فاحنا هنشوفها الحاجه اللي هتنزل هتطلع من الناحيه الثانيه، فهيبان لك ان الانعكاس بتاعه الضوء اللي موجود عندك ده. طب لو صوت، قال لك والله موجة الصوت وانس انها قابلت سطح، تمام، زي حيطه مثلا او حاجه، بترد تاني، يعني جزء بيحصل له ابسوربشن والجزء الثاني بترد تاني. يبقى في الحاله دي انت تسمع ايه؟ ممكن تسمع صدى الصوت. يبقى انا دلوقتي لو انا بتكلم على الويفز بيهافير، لو انا بتكلم على ان انا عندي انواع كتيره، اتفقنا ان انا عندي ريفلكشن، اتفقنا ان انا عندي ريفراكشن، اتفقنا ان انا عندي ديفراكشن، عندي انترفيرنس وعندي بولاريزيشن. لو انا هتكلم على الريفلكشن هو الانعكاس، الانعكاس ده ممكن يحصل للصوت، ممكن يحصل للضوء. اللي انا عايزه افهمه من الانعكاس ده ان انت لما بيبقى عندك ويف، الويف دي قابلت سطح هتنزل بزاويه، هتطلع بزاويه ايكوال للزاويه اللي هي نزلت بيها. تمام، لو عندك لايت قابل ميرور هينعكس، لو عندك صوت قابل وول هينعكس وهتسمع صدى صوت. لو انا جيت اتكلم على تاني بيهيفير عندي اللي هو الريفراكشن، ريفراكشن معناها ايه؟ ريفراكشن معناها انكسار. تمام، بمعنى اصح الظاهره دي بتحصل لما بيحصل تشينج في السبيد نتيجه للتشينج في الميديم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عارفه ان انا دول ده انا بتكلم على ميكانيكال ويف، وطالما بتكلم على ميكانيكال ويف يبقى محتاجه ميديم تنتقل من خلالها. يبقى لو انا مثلا بتكلم على موجه صوت، تمام، انا عارفه ان الفيلوسيتي بتاعه الساوند بالنسبه للسوليد اكتر من في الووتر او اكتر من الليكويد اكتر من الغاز. يعني دايما الفيلوسيتي اوف ساوند في السوليد بيكون اكبر من الفيلوسيتي منها في الليكويد واكتر من الفيلوسيتي فين؟ في الغاز.
تمام. يبقى وانس ان الميديم اتغيرت، مين اللي هتتاثر؟ هتتاثر اكيد الفيلوسيتي اللي ماشيه بيها ايه الويف، تمام. نفس الكلام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لللايت. فمثلا في ظاهره دايما بتحصل وفي موقف دايما بيتكرر، لو انت جيت مثلا حطيت معلقه في كوبايه او حطينا قلم في كوبايه وجينا بصينا عليها، تمام، هنلاحظ يعني هنلاحظ حاجه غريبه جدا، هنلاحظ ان القلم بتاعي هيبان زي ما يكون مكسور. يعني لو بصينا للفيجر اللي موجوده عندي دي هتلاقي ادي القلم الرصاصه اهو محطوط، هتلاقي فيه ان هو مش يعني مش ستريت زي ما انت حاطه، مع انه في الحقيقه كده. بس يا ترى ده بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجه للظاهره دي، نتيجه للريفراكشن بتاعه اللايت. يعني برضو ما فهمتش هو ايه اللي برضو خلاه يحصل كده. اللي خلاه يحصل كده ان انت الويف بتاعه اللايت المفروض في الاير اسرع من الووتر، وده عكس اللي بيتقال بالنسبه لمين؟ للساوند. لان انت في الساوند الووتر اعلى، الفيلوسيتي في الووتر او في الليكويد اعلى من الجاز، لكن هنا في اللايت العكس، تمام. فبالتالي الويف بتبقى نازله بفيلوستي معينه، تمام، وانس انها قابلت سطح تاني اللي هو سطح الووتر، فهيبتدي يحصل ايه؟ تغير الفيلوستي بتاعتها، والفيلوستي ده عباره عن فيكتور فلو ماجنتيود ولو دايركشن، فهتغير مين؟ الدايركشن بتاعتها، تمام. فلما هتيجي تغير الدايركشن بتاعتها هيبان لك ان هي كانت نازله يعني كانت نازله بميل، وبعد كده نزلت وبعدين حصل ميل تاني، فبالتالي ظهر القلم بتاعك ده. لو بصينا في الصوره اللي تحت هتلاقي في حاجه اسمها apparent position. الابيرنت بوزيشن دي هي البوزيشن اللي انت بتبص عليها، ولكن فعليا البوزيشن الاصليه الاكتشوال بوزيشن هي موجوده ايه؟ تحت. يبقى بمعنى اصح لما الويف بتاعتي بتغير الميديم اللي هي بتنتقل من خلالها بيحصل ظاهره اسمها ريفراكشن. ريفراكشن اللي هي ايه؟ اسمها الانكسار. الانكسار ده ممكن يحصل للساوند، ممكن يحصل لللايت ويف. طيب احنا كده دلوقتي بنتكلم على الويف بيهيفير، خدنا الريفلكشن، خدنا الريفراكشن، والسلايد اللي جايه هناخد الانترفيرنس. هيتفضل لنا من الويفز بيهيفير الديفراكشن والبولاريزيشن. مطلوب مننا ان احنا نعمل ريبورت 1 او 2 بيج بكتير، تمام، نتكلم نشرح فيه ايه يعني ايه الديفراكشن ويعني ايه البولاريزيشن، وهل الاثنين دول ممكن يحصلوا لللايت ولا ممكن يحصلوا للساوند ولا ممكن يحصلوا للاثنين، وبيحصلوا ازاي. كل ده في 1 او 2 pages ان شاء الله هيتسلموا على المودل in form of PDF، وده اول ريبورت عندنا في الاسبوع ال 12، تمام. يبقى مطلوب مننا نسلم ريبورت 1 او 2 page على المودل، تمام، نشرح فيه يعني ايه diffraction، يعني ايه polarization، وهل ممكن يحصلوا لللايت والساوند ولا لللايت بس ولا للساوند بس، وندي example عليهم زي ما انا عطي example على reflection والrefraction، تمام كده. احنا لسه لغايه دلوقتي بنتكلم على البيهيفيرز بتاعتي او الفيزيكال بروبرتيز بتاعه الويفز، فاحنا شفنا ريفلكشن، شفنا ريفراكشن، ودلوقتي بنشوف الانترفيرنس اوف ويفز، تمام. يعني ايه الانترفيرنس؟ انترفيرنس قلنا تداخل. يعني ايه تداخل؟ قال لك والله التداخل ده لما اتنين ويفز، تمام، بيحصل لهم سوبر بوزيشن، فبيحصل ويف نتيجة لكده اسمها resultant wave، ممكن تبقى أكبر ممكن تبقى أصغر، تمام. يعني ممكن الامبليتيود بتاعتها تبقى أكبر من الويفز الأصلية، ممكن تبقى أصغر من الويفز الأصلية، تمام. فقال لك طب هو ده بيحصل لنوع معين من الويفز ولا لا؟ قال لك لا، ده ممكن يحصل لكل الويفز اللي موجودة عندي. يعني ممكن يحصل لللايت، ممكن يحصل للراديو ويفز، ممكن يحصل للأكوستيك، أكوستيك يقصد بيها الساوند ويف، ممكن يحصل للووتر ويفز، كل الحاجات دي ممكن يحصل ما بينها تداخل. بس قال لك حاجة غريبة قوي. دلوقتي احنا في حاجه اسمها constructive interference، يعني حاجه اسمها تداخل بناء، وعندي حاجه اسمها destructive interference اللي هو تداخل هدام او بيهدم يعني، تمام. امتى ده بيحصل وامتى ده بيحصل؟ قال لك والله دلوقتي لو انا عندي الاثنين ويفز بتوعي دول، يعني بصينا الفيجر 1 اللي موجوده فوق ومكتوب تحتيها constructive interference، لو انا شفت ويف 1 وويف 2 هنلاحظ ان هما الاثنين في نفس الدايركشن، تمام، هما الاثنين بيتقال عليهم in phase، تمام، يعني هما الاثنين بيبتدوا من نفس النقطه بينتهوا عند نفس النقطه، ان سو يفضلوا يكرروا نفسهم. والله لو الاثنين في نفس الدايركشن كده، يبقى لما جينا بصينا على الريزلتنت ويف بتاعتهم هنلاقي ان هي برضو في نفس الدايركشن، ولكن ايه اللي بيحصل؟ الامبليتيود بيحصلها ايه؟ بتعلى، بتبقى اكبر من قيمه كل واحده فيهم ايه؟ لوحده. لكن لو بصينا على الصوره اللي تحت اللي مكتوب تحتها ديستركتيف انترفيرنس هنلاقي ان انا اللي عندي دول اوت اوف فيز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هلاقي واحده يعني هلاقي زي واحده ساين ويف وواحده كوزاين ويف، تمام. فبالتالي ايه اللي هيحصل لما يجوا يتجمعوا على بعض؟ هتلاقي ان انت عندك كراست قبل الترف، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيكنسلوا بعض، فهتلاقي ان الريزلتنت ويف بتاعتهم ايه؟ اهي مش موجوده، اهي هتلاقي ايه؟ ان هم كلهم بيكنسلوا بعض. فبالتالي ده بنسميه تداخل
تداخل، بس تداخل ايه؟ هدام. تمام، يبقى destructive interference. ولو احنا بصينا على الكلام اللي مكتوب هيقول لك occur when the displacement caused by the two pulses in opposite direction. يعني ده اهو، لو انا عندي دي فوق التانية هتبقى تحت، لو التانية تحت هتبقى التانية اللي هي المقابلة لها هتبقى ايه؟ فوق. خلاص، وبيقول لك ان الامبليتيود بتاعتهم هتبقى less than either individual pulses. يعني ايه؟ يعني الامبليتيود بتاعه الريزلتنت ويف اللي هتطلع لي، النتيجة بتاعتهم او الجمع بتاعهم هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى اقل من قيمة كل واحدة فيهم، على عكس الكونستراكتيف اللي هي الجمع بتاعهم او الريزلتنت بتاعتهم او النت بتاعتهم هي هتبقى اكبر من كل واحدة فيهم على ايه؟ على حدة. تمام؟ خلي بالنا احنا لسه من شويه كنا بنتكلم على الانترفيرنس اوف ويفز. تمام، وكلمنا وشفنا يعني ايه كونستراكتيف ويعني ايه ديستركتيف انترفيرنس، وده هياخدنا لتايتل تاني اسمه سوبر بوزيشن اوف ويفز. هياخدنا التايتل اسمه سوبر بوزيشن اوف ويفز اللي هو جمع تو ويفز. بس احنا علشان خاطر واخدين الابلكيشن بتاعتنا على الساوند ويف، هي دي الميكانيكال ويف اللي احنا بنتعامل معاها الترم ده، فاحنا هنشوف ايه اللي ممكن يحصل او ازاي معنى او ايه معنى يعني ان انت يبقى عندك سوبر بوزيشن او جمع بتاع تو ساوند ويف. طيب لو انا افترضت او انا يعني جيت تخيلت كده ان انا عندي تو ساوند ويف جنريترز. تمام، يعني ايه؟ يعني عندي تو سبيكرز مثلا بيطلعوا لي ساوند ويف. تمام، واحنا عارفين من المحاضره اللي فاتت ان انا الساوند ويف بتاعتي بيحصل لها بروباجيشن على شكل سفيرز. تمام، فبتبقى عندي مكونه من كومبريشن وريفاكشن، كومبريشن وريفاكشن. خلاص، ولو انا عندي التو سبيكرز دول بيطلعوا هما الاثنين ساوند ويفز، هما الاثنين. تمام، فهلاقي ان ممكن نقط يحصل عندها تقابل اتنين compression مع بعض او اتنين rarefaction مع بعض. في الحالة دي بنسميها constructive interference. تمام، يبقى لو انا عندي، يبقى نفس الفكرة خالص بتاعت الانترفيرنس of light او الانترفيرنس نفسها، اللي هو معناها ان انت لما يكون عندك ويفة تانية والاتنين في نفس الدايركشن، اتنين بيقابلوا بعض، يبقى resultant بتاعتهم هتبقى واحدة اكبر. تمام، فبيبقى في الحالة دي الامبليتيود يعني سوري بتاعتها اكبر. في الحالة دي احنا بنقصد بنقول عليها انها constructive interference. تمام، نفس الكلام لو انا عندي two sound ويف جنريترز يعني سبيكرز مطلعين ساوند ويفز هيطلعوا بشكل سفيرز. تمام، لو اتنين الكمبريشن هنا في الصوره يعني متمثله باللي هو بخط تقيل كده، والريفاكشن متمثله بخط خفيف كده. تمام، يبقى لما اتنين كومبريشن بيقابلوا بعض او اتنين ريفاكشن بيقابلوا بعض، في الحاله دي بيحصل ايه؟ كونستراكتيف انترفيرنس. وفي الحاله دي فعليا انت ممكن تسمع صوت عالي جدا. تمام، لكن لما بيحصل ان انت عندك واحده كومبريشن قبلت واحده ريفاكشن، في الحاله دي بيحصل ايه؟ بيحصل ديستركتيف انترفيرنس. تمام، وهتسمع صوت واطي. تمام كده، يبقى ده معنى كلمه سوبر بوزيشن او معنى كلمه انترفيرنس. تمام، بالنسبه للساوند ويف. طيب احنا شفنا فكره السوبر بوزيشن نفسها عامله زي سماعه وسماعه، ودي بتطلع لي ساوند، دي بتطلع لي ساوند، اتنين ساوند قبلوا بعض، اتنين ساوند ويف يعني قبل بعض، فحصل كونستراكتيف انترفيرنس او حصل ديستركتيف انترفيرنس. تمام، يعني معنى اصح ان انا كل تو ويفز تمام ممكن يحصل ما بينهم السوبر بوزيشن، يتبقى كونستراكتيف يتبقى ديستركتيف. تمام، طيب لو انا عايزه امثل الكلام ده ماثيماتيكال وايز زي ما انا كنت شرحه لكم من محاضره فاتت كده، اللي هو الماثيماتيكال ريبرزنتيشن بتاعه الويف، مش انا كنت بقول ان اي ويف في الدنيا ممكن تتمثل على انها ساين او ممكن تتمثل على انها كوزاين، ديبندنج على هي باديه منين، باديه من زيرو تبقى ساين، باديه من الماكسيمم تبقى كوزاين. وبرده اتكلمت ان هي بتساوي بتبقى دايما ان فورم اوف اي ساين الكي اكس ماينس الاوميجا تي او اي ساين الكي اكس بلس الاوميجا تي، واتفقنا لو نيجاتيف ان هي ماينس الاوميجا تي تبقى رايحه ناحيه اليمين، ولو هي بوزيتيف الاوميجا تي تبقى رايحه ناحيه الشمال. تمام، وشرحنا بتفصيل الكلام ده ليه. فلو انا افترضت ان انا عندي ويفا اسمها a sin kx minus الاوميجا تي ودي y1، وعندي y2 بتساوي a sin الkx minus الاوميجا تي minus phi، وphi دي الفيز شيفت، وهقول لك ده ايه بالظبط بس كمان تو سلايدز. هيطلع لك الريزلتنت ويف اللي هي هتبقى جمع الاولانيه بلس الثانيه اللي هي الy1 بلس الy2، فلك والله هنوصل لفورم بتقول انها بتساوي 2 a كوزاين الاوميجا تي sin kx minus الاوميجا تي minus phi على 2. مين دي وشمعنا طلعت كده؟ انا هقولها لك بالتفصيل جدا
كمان سلايد، السلايد الجايه دي على طول، بس دي الفاينل فورم بتاعت الرول اللي احنا هنشتغل عليه. ولو انا بجيت بصيت للفاينل فورم دي هقول، هتلاقي مكتوب لك تحت كده ان الريزلتنت ويف دي اسمها واي دي ساينسويدال ويف، وده طبيعي جدا لان انا بعمل سميشن لتو ساينسويدال ويف، فبالتالي اكيد الويف اللي هتطلع هتطلع لك برده هي كمان ايه ساينسويدال، تمام. وهنلاقي ان احنا مكتوب عندنا الامبليتيود او النيو امبليتيود للويف دي، لان احنا وين افتكرنا السلايد اللي فاتت كنا بنقول ايه، لو انا عندي ويف قبلت الثانيه والاثنين في نفس الدايركشن، الامبليتيود بتاعت اللي هي الريزلتنت هتبقى اكبر من الامبليتيود بتاعت كل واحده منها. فالكولايدر نيو امبليتيود بتاعتي هتبقى 2 اي كوزاين فاي على 2، والفيز بتاعتي هتبقى فاي على 2. انا هقول لك بالتفصيل الكلام ده ليه السلايد اللي بعد كده. عايزه اشوف المعادله اللي احنا وصلنا لها بتاعه الريزلتنت ويف دي السلايد اللي فاتت جت منين، لازم افتكر كويس ان انا دلوقتي لو انا عندي ساين الفا بلس ساين بيتا، وده قانون في التريجونومتريك، كنا احنا بنقول ايه ان هو بيساوي 2 ساين الفا بلس بيتا على 2 تايمز كوزاين الفا ماينس بيتا على 2. الرول ده احنا خدناه زمان، ولو انتم ما خدتوهوش يعني خلينا نعتبره ان احنا واخدينه، يعني ده فك اي ساين زاويه بلس ساين زاويه تاني. طيب لو انا جيت اشوف ان انا عندي y1 بيساوي a sin الفا y2 بيساوي a sin بيتا، وجيت قلت لك احسب لي الريزلتنت للمجموعه دي، عايزه احسب الريزلتنت ويف للكلام ده، يبقى معنى كده اني كنا بقول لك اعمل لي y1 plus y2. طيب y1 بيساوي ايه؟ a sin الفا. طب y2 بيساوي ايه؟ a sin بيتا. يبقى لو احنا خدنا a common factor يبقى هيبقى كاني a times sin الفا plus sin بيتا. طب sin الفا plus sin بيتا ده مش احنا لسه قايلين ان هو بيتفك بان هو 2 sin مجموع زاويتين على 2 times cosine فرق زاويتين على 2. يبقى لما هاجي اعمل كده يبقى كاني بقول لك ان هي بتساوي 2 a sin الفا plus بيتا على 2 cosine الفا minus بيتا على 2، تمام. طيب تعالوا نشوف لو انا عندي ويفز بالفورمولا اللي احنا متعودين عليها، y1 بيساوي a sin kx minus الاوميجا t، y2 بيساوي a sin kx minus الاوميجا t، يعني الاثنين ويفز دول الدايركشن بتاعتهم واحده، تمام، وعندهم نفس الفريكوانسي خلاص، وجاي بقول لك هات لي الريزلتنت ويف بتاعتهم. يبقى الريزلتنت ويف هي عباره عن y1 plus y2، صح. ولما هاجي اقول y1 plus y2 يبقى هاجي اقول لك a sin kx minus الاوميجا t زائد a sin kx minus الاوميجا t. هناخد ال a common factor زي ما قلنا قبل كده، يبقى هيبقى عباره عن ايه؟ sin kx minus الاوميجا t plus sin kx minus الاوميجا t، يعني كان sin زاويه plus sin زاويه تانية. يبقى هعمل ايه؟ هاجي افكها زي ما فكينا اللي فوق، مش sin الفا plus sin بيتا ايكوال 2 sin الفا plus بيتا على 2 فكوزين الفا ناقص بيتا على 2. مين الالفا هنا؟ هتبقى الكي اكس ماينس الاوميجا تي. مين البيتا؟ هتبقى الكي اكس ماينس الاوميجا تي في الواي 2. يبقى لما هاجي انا اجي افكها هتبقى 2 اي ساين الكي اكس ماينس الاوميجا تي دي الالفا بتاعتي خلاص ناقص سوري زائد البيتا اللي هي هتبقى كي اكس ماينس الاوميجا تي على 2 تايمز كوزاين فرق الزاويتين على 2. فين الالفا؟ كي اكس ماينس الاوميجا تي. فين البيتا؟ كي اكس ماينس الاوميجا تي، تمام. بس الماينس لما هتدخل هتشقلب لي الاشارات اللي جوه، يعني هتبقى بدل ما هي يعني هتبقى نيجاتيف الكي اكس ماينس الاوميجا تي لما حاجه افكها هتبقى نيجاتيف الاكس بلس الاوميجا تي، تمام، على 2. وحاجه بص كده عندي، يبقى الايكويشن بتاعتي هتبقى 2 a sin كي اكس ماينس الاوميجا تي بلس كي اكس ماينس الاوميجا تي هي مجموع زاويتين على 2 تايمز كوزاين الزاويه الاولانيه كي اكس ماينس الاوميجا تي ناقص الزاويه الثانيه كي اكس ماينس الاوميجا تي على 2. حلو كده. طيب حاجه اشوف الزاويه الاولانيه لما هاجي نبص على الزائد يبقى كاني بقول لك كي اكس بلس كي اكس يبقى 2 كي اكس، واوميجا تي ناقص اوميجا تي يبقى 2 اوميجا تي، يبقى كاني بقول لك 2 كي اكس ماينس 2 اوميجا تي على 2، يبقى كاني بقول لك ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي، تمام. طيب لو جينا بصينا بالنسبه للكوزاين، كوزاين كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس كي اكس ماينس الاوميجا تي على 2. اتفقنا ان النيجاتيف لما هتدخل هتشقلب لي الاشارات، يعني بدل ما هي هتبقى كي اكس بوزيتيف هتبقى نيجاتيف الكي اكس، يبقى اوميجا يبقى كي اكس ونيجاتيف الكي اكس هيروحوا مع بعض هيبقوا بزيرو. طيب عندي نيجاتيف اوميجا تي نيجاتيف نيجاتيف الاوميجا تي يبقى كانها بوزيتيف اوميجا تي، يبقى هيبقى نيجاتيف اوميجا تي بلس بوزيتيف اوميجا تي يبقى كانها هتبقى ايه؟ زيرو. يبقى كاني بقول لك تايمز كوزاين مين؟ زيرو. كوزاين زيرو اللي هي بايه؟ اللي هي بواحد. يبقى معنى كده ان الواي ار اللي هي التوتال او الريزلتنت ويف فورم الموجوده عندي هتبقى 2 اي كوزاين 0 ساين الكي اكس ماينس الاوميجا تي. طيب احنا اتفقنا ان اي حاجه في الفورمولا بتاعت ساين او كوزاين كي اكس ماينس الاوميجا تي تبقى الفورمولا بتاعت الترافلنج ويف اللي موجوده عندي
خلاص. طيب ودايما الترافلينج ويف في فورم اوف امبليتيود ساين او كوساين كي الاوميجا تي. طيب اي حاجه مضروبه في الساين او الكوساين الكي اكس ماينس الاوميجا تي هي بعتبرها مين الامبليتيود. طب انا هنا مين اللي مضروب في الكلام ده؟ مضروبه 2 اي كوساين 0. ليه 0؟ لان انت هنا ما عندكش فيز شيفت، يعني بمعنى اصح الكي اكس ماينس الاوميجا تي والزاويه الثانيه كي اكس ماينس الاوميجا تي مفيش فرق ما بينهم، الاثنين نفس الدايركشن طالعين من نفس النقطه ومنتهيين عند نفس النقطه، يبقى عشان كده هي بقى عندك 0. يبقى كاني بقول لك ان انت الريزلتنت بتاعه التو واي فورمز دول هيبقى 2 اي كوساين 0 ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي. 2 اي كوساين 0 اللي هي كانها 2 اي، ال 2 اي دي عباره عن ايه؟ النيو امبليتيود بتاعتي، النيو امبليتيود بتاعت مين؟ بتاعه الريزلتنت ويف. ساين الكي اكس ماينس الاوميجا تي ده عشان يبين لك انها ترافلنج ويف ساينسويدال ويف، ده التوتال بتاعته. تمام كده؟ طيب ايه المعادله اللي احنا وصلنا لها اخر حاجه بتاعه الريزلتنت ويف اللي هي كانت واي ار بتساوي 2 اي كوساين 0 ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي؟ مش بس هي الحاجة الوحيدة اللي بيطلبها مننا عشان اقدر احسب الريزلتنت ويف بتاعتي، ده ممكن من الايكويشن دي اطلع كذا حاجة في المسائل اللي انا بشتغل عليه. يعني ممكن مثلا يجي يسألني على بعد ما يجي يقول لي احسبي الريزلتنت ويف بتاعت التو ساوند ويف دول او التو ويفز دول، ممكن يقول لي طلعي الويف لانس او طلعي الويف فريكونسي او طلعي السبيد او طلعي الويف امبليتيود. تمام؟ طيب الويف لانس هفتكر كده، هو انا كنت بجيب الويف لانس اللي هي كانت مين؟ اللي هي اللامدا، كنت بجيبها منين؟ مش انا عارفه ان الكي بتساوي 2 باي على لامدا، يبقى معنى كده ان انا ممكن اجيب اللامدا لوحدها في طرف اللي هي هتبقى كانها 2 باي على كي. طب لو جه قال لي احسبي الويف فريكوانسي، الفريكوانسي ده انا بجيبها منين؟ مش انا عارفه ان الاوميجا بتساوي 2 باي اف، وانا الاوميجا هنا هتبقى جيفن عندي، يبقى معنى كده ان انا ممكن اقول ان الاف بيساوي اوميجا على 2 باي. طب لو انا جيت قلت لك الويف سبيد، السبيد اللي هي السرعه، لو انا جيت قلت لك ان السبيد بتساوي، انا عارفه ان السبيد الفي بتساوي لندا اف. تمام؟ ومن الحاجات بتاعتنا انا عارفه كمان ان انا قدرت اثبت قبل كده ان الفي كمان بيساوي كي على اوميجا، يبقى من هنا يا اما لندا اف يا اما ايه كي على اوميجا. او لو جاء لي احسبي الامبليتيود بتاعه الريزلتنت ويف هتبقى كانها 2 اي كوساين 0 في حاله ان انت الاثنين دول عندهم نفس الزاويه، يعني ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي وساين كي اكس ماينس الاوميجا تي. لكن لو انا عندي شيفت بمعنى اصح الاثنين مش من نفس النقطه، يعني بمعنى اصح متشفتين على بعض بزاويه سيتا، مش هينفع تبقى 2 اي كوساين 0، هتبقى 2 اي كوساين الزاويه على 2. تمام؟ ودي هنشوفها في الاكزامبل اللي بعد كده. انا اقصد ايه؟ ان الاثنين ويفز دول عندهم نفس الزاويه، او اثنين ويفز دول ان فيز، هيبقى زي الفيجر اللي موجوده عندنا تحت. يعني ايه؟ يعني لو احنا بصينا على الفيجر اللي هي موجوده عندي تحت دي، هلاقي ان انا عندي تو ويفز، واحده لونها ازرق وواحده لونها احمر. تمام؟ الاحمر دي الريزلتنت ويف، والازرق دي للاسف مش واحده بس، دول اتنين منطبقين تماما على بعض. ليه؟ لان هما انفيز طالعين من نفس النقطه وماشيين مع بعض اهو على ايه؟ على الالونج الاكس اكسس اللي موجود عندي، ومكتوب لك تحتها ان الفاي 0. ليه الفاي 0؟ لان مفيش فرق ما بين الاثنين لدرجه ان الاثنين انطبقوا على بعض. يبقى لو انا دلوقتي التو ويفز انطبقوا على بعض، يبقى معنى كده ان التو ويفز عندهم نفس الدايركشن وانطبقوا تماما على بعض، يبقى الفيز اللي ما بينهم ايكوال 0. يبقى ساعتها الريزلتنت بتاعتي هتبقى 2 اي ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ان كيس ان هما ساينسويدال ويف. تمام؟ حتى احنا لو جينا بصينا كاتب ايه على الفيجر، كاتب لك ان انت الموجه اللي لونها احمر دي اهو، تمام، هي كونستراكتيف انترفيرنس. تمام؟ وعشان كده الامبليتيود بيحصل لها ايه؟ اد. يعني ايه الامبليتيود اد؟ يعني لو انت بصيت على الويف اللي لونها ازرق هتلاقي الامبليتيود بتاعتها اصغر بكتير من الويف اللي لونها احمر. ليه؟ لان انت الامبليتيود بتاعتها هنا ايه؟ الجمع بتاعت الاثنين ايه؟ بتوع الاثنين اللي منطبقين على بعض اللي عند الازرق. ولو بصينا مكتوب ايه على الويف الزرقاء دي؟ مكتوب لك ان الانديفيديوال ويفز ار ان فيز اند ذيرفور مش قادر ان انت تفرق ما بينهم، بقى هما الاثنين ايه؟ واحد. تمام؟ يبقى تاني، يبقى لو انا دلوقتي عندي تو ويفز الاثنين عند نفس الدايركشن طالعين من نفس النقطه منطبقين على بعض، يبقى معنى كده ان انت الابليتيود بتاعتك الجديده هتبقى 2 ايه مضروبه في الويف بتاعتك شكلها ايه؟ ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي في حاله انها ساينسويدال ويف في اتجاه البوزيتيف اكسس، سوري، في اتجاه اليمين، او هتبقى كان انت عندك ممكن تبقى 2 ايه كوزاين او كي اكس ماينس الاوميجا اوميجا تي في حاله ان هي كانت كوزاين فانكشن، يعني باديه مش من الزيرو، وممكن تبقى 2 ايه ساين كي اكس بلس الاوميجا تي لو راح ناحيه الشمال، او 2 ايه كوزاين كي اكس ماينس الاوميجا تي في حاله ان هي مش باديه من الزيرو، بادية من الماكسيم. تمام؟
طيب لو انا بقى دلوقتي عندي تو ويفز، تمام، بس في ما بينهم فيز شيفت. يعني ايه فيز شيفت؟ يعني لو بصينا للفيجره اللي موجوده عندي كده هلاقي ويفه لونها احمر وويفه لونها ازرق، والاتنين مش بادئين من نفس النقطه، لا ده في فرق ما بينهم اهو عند النقط بتاعتها اسمها فاي، تمام، دي جايه بعد دي بشويه، تمام. يبقى معنى كده ايه اللي هيحصل؟ هنيجي نطبق عليها نفس الكلام بالظبط اللي احنا عملناه قبل كده. خلاص الواي 1 عندي بيساوي a ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي، الواي 2 باديه بعديها بشويه، فبالتالي هتبقى a ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس الفاي. لما هاجي اجيب الريزلتات بتاعتهم كنا بنقول ايه، بناخد الاي كومن فاكتور ونجمع واي 1 بلس الواي 2، يبقى هاخد الاي كومن فاكتور واجمع ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي زائد ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ناقص الفاي. لغايه كده انا ما عملتش حاجه. خلاص هنيجي نشوف مين الزاويه الاولانيه كي اكس ماينس الاوميجا تي هنسميها الفا، مين الزاويه الثانيه كي اكس ماينس الاوميجا تي هنسميها ماينس الاوميجا تي ماينس الالفا هنسميها بيتا، تمام. كنت بفك الالفا والبيتا ازاي؟ كنت بقول ان ساين الفا بلس ساين بيتا كان بيساوي 2 ساين مجموع الزاويتين على 2 اللي هي الفا بلس بيتا على 2 تايمز كوزاين فرق الزاويتين على 2 اللي هي الفا ماينس بيتا على 2. طيب ادي الالفا بتاعتي كي اكس ماينس الاوميجا تي، وادي البيتا كي اكس ماينس الاوميجا تي ناقص ناقص الفاي، وادي الانجل اللي ما بين، وادي ان هي جمع الاثنين واسمهم على 2، يبقى ادي الفا بلس بيتا على 2 تايمز كي اكس ماينس الاوميجا تي، ادي الالفا ماينس كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس الفاي، ادي البيتا وادي اسمهم على 2. هشيل البراكت الموجوده عندي دي، يبقى معنى كده ان انا كاني بقول لك انها 2 a ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس فاي على 2 تايمز كوزاين نيجاتيف الفاي على 2، تمام. ليه؟ لان احنا لو بصينا في الترم بتاع الكوزاين لما هتدخل النيجاتيف جوه هتشقلب لي الحاجات اللي موجوده، فبالتالي النيجاتيف كي هتبقى كي اكس هتبقى نيجاتيف كي اكس الاوميجا تي، هي النيجاتيف اوميجا تي لما هتدخل النيجاتيف هتخليها بوزيتيف الاوميجا تي، والنيجاتيف والنيجاتيف هيروحوا مع بعض يبقى كانها بوزيتيف الفاي على 2، تمام. يبقى معنى كده ان كاني بقول لك كي اكس هتروح مع الكي اكس والاوميجا تي هتروح مع الاوميجا تي، فهيتفضلك ان انت كانها فاي على 2، يبقى كاني بقول لك 2 a ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس فاي على 2 تايمز كوزاين الفاي على 2، تمام كده. طيب يبقى معنى كده لو انا بصيت على الفورمولا اللي موجوده عندي دي، تمام، هلاقي 2 a كوزاين فاي على 2 هي الحاجه الوحيده اللي مضروبه فين؟ في الترم اللي هو بتاع الترافلنج ويف اللي هي ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس الفاي على 2، يبقى دي هتبقى يعتبر مين؟ النيو امبليتيود بتاعتي، تمام. يبقى كل الترم ده 2 a كوزاين فاي على 2 هتبقى النيو امبليتيود. نخلي بالنا ان لو كانوا الاثنين منطبقين كان هيبقى 2 a بس، لكن طالما انا عندي زاويه فرق ما بين التو ويفز هتبقى كاني بقول لك 2 a كوزاين الفاي على 2، تمام كده. لو بصينا مين الفاي ده، الفاي ده هي الفيز شيفت اللي هي الفرق ما بين الويفة الأولانية والويفة التانية، تمام كده. وبرضو من الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ان انا من الفاينل ايكويشن دي ممكن احسب كذا حاجة، ممكن احسب الويف لانس، ممكن احسب السبيد، ممكن احسب الفريكوانسي، ممكن احسب الامبليتيود، ممكن احسب الفيز شيفت، كل الكلام ده ممكن يتحسب او يطلب مني في البروبلمز. يبقى انا دلوقتي فهمت ان انا يعني ايه سوبر بوزيشن، معناها انترفيرنس بتاعة اتنين ويفز، تمام، واتفقت ان انا والله ممكن التو ويفز دول ممكن يبقوا ساوند ويف، وفي الحالة دي هنحطها في الفورمولا بتاعة الماثيماتيكال ريبريزنتيشن بتاعة الويف اللي هي A ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي، ممكن الاتنين دول يبقوا منطبقين على بعض، ممكن الاتنين يبقى في ما بينهم فيز شيفت. وشفنا الرول بتاعتنا اللي هو الجنرال رول اللي هو 2 A كوزاين الفاي على 2 ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي ماينس فاي على 2، هو ده الجنرال رول اللي موجودة عندي. في حالة ان انت عندك الفاي دي بقيمة بنحط القيمة بتاعتها، وفي حالة ان هي بزيرو هتروح هيبقى كانها كوزاين فاي على 2 كانها كوزاين 0 كانها بواحد، والفاي على 2 في الاخر دي هتبقى بزيرو كانها بواحد، يبقى هيتفضل لك الساين كي اكس ماينس الاوميجا تي. يعني بمعنى اصح الفاينل رول الجنرال رول الموجود عندي اللي قدامنا ده انا ممكن استخدمه في ان هو ان كيس ان انت عندك اثنين زاويتين اثنين رولز اثنين سوري ويفز منطبقين على بعض، او في ما بينهم ايه فيز شيفت، تمام. ومعظم المسائل اللي موجوده عندي بتاعه السوبر بوزيشن اوف ساوند بتبقى كده، بيجي لك ان انت عندك ويف اولانيه ويف ثانيه، يقول لك احسب لي السوبر بوزيشن بتاعتهم، يعني معنى صح احسب لي الريزلتنت ويف وطلع لي من الويف اللي انت طلعتها دي اللي هي الريزلتنت الامبليتيود والاوميجا والفريكوانسي والسبيد وكل الحاجات اللي ممكن تطلع ايه تطلع، تمام. هو ده شكل المسائل بالنسبه للجزء ده.
كل اللي احنا اتكلمنا عليه لغايه دلوقتي هو ان انا بتعامل مع تو ويفز، تمام، وهما الاثنين ماشيين في نفس الدايركشن، يعني يا اما الاثنين ناحيه اليمين فهتبقى اي ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي، يا اما الاثنين ناحيه الشمال هتبقى اي ساين كي اكس بلس الاوميجا تي. واتفقنا ساين او كوزاين ده ديبندنج على الانيشال ستيت بتاعه الويف دي، اذا كانت هي باديه من الزيرو ولا باديه من الماكسيمم. طيب ايه اللي يحصل لو انا الويفز اللي موجوده عندي ده هيبقوا عكس بعض؟ بمعنى اصح واحده رايحه ناحيه اليمين واحدة راحة ناحية الشمال. ايه اللي ممكن يحصل في الحالة دي؟ عشان نقدر نفهم المفهوم ده لازم نلجأ لمفهوم جديد او كونسبت جديد احنا مش عارفينه، اسمه الستاندينج ويف. ومن هنا هنستخدم التايتل التالت واللي هو اخر تايتل هتشتمل المحاضرة دي، اللي هو سوبر بوزيشن اوف ستاندينج ويف. طيب نيجي بقى نشوف مع بعض ايه مفهوم الستاندينج ويف ده. والله الستاندينج ويف دي بتحصل لما تو ويفز عكس بعض يقابلوا بعض. يعني ايه؟ يعني عندي ويف راحه ناحيه اليمين قابلت ويف راحه ناحيه الشمال، فبالتالي بقى عندي حصل مناطق عندي حصلت لها اسمها نودز ومناطق تانية اسمها انتي نودز. يعني معنى اصح لما الاثنين تراف بيقابلوا بعض بنسميها نودز، تمام، ولما اثنين كراست بيقابلوا بعض بنسميها انتي نودز، تمام. يبقى تاني، يبقى انا بقول السوبر بوزيشن بتاعه اثنين ويفز في ديفرنت دايركشن، واحده راحه يمين وواحده راحه شمال، دي بسميها ستاندينج ويف. الستاندينج ويف بتنتج عنها مناطق اسمها نودز ومناطق اسمها انتي نودز. المناطق اللي اسمها نودز دي لما تو تراف بيقابلوا بعض، والمناطق بتاعه الانتي نودز لما تو كراست بيقابلوا بعض. نخلي بالنا ان نودز دايما بتحصل في نص الويف لانس، ولكن الانتي نود بتحصل الانتي نودز بتحصل عند ميد واي بتوين التو نودز، يعني في النص ما بين التو نودز اللي موجوده عندي. نخلي بالنا ان الناتج بتاعنا بتاعه الريزلتنت ويف اللي هي نتيجه التو ستاندينج ويفز دي دايما بيبقى عندها نفس الفريكوانسي بتاعه الويفز الاصليه. لو انا عايز اشوف ان انا عندي تو ويفز في اوبوزيت دايركشن حصل لهم سوبر بوزيشن، الناتج ده هيكون ايه؟ طالما opposite direction يبقى معنى كده لازم واحدة تبقى in form of a sin kx minus الأوميجا تي، والتانية هتبقى في form بتاعة a sin kx plus الأوميجا تي. يبقى لما اجي اقولك احسب لي resultant بتاعة two waves دول او superposition ناتج بتاعهم، يبقى كأني بقولك احسب لي y1 plus y2، تمام؟ طيب لو انا عايزه احسب الكلام ده يبقى معنى كده بقولك ان الواي اللي هي resultant هساوي الواي 1 plus الواي 2 اللي هي هتساوي الاولانيه كلها اللي هي a sin kx minus الاوميجا تي بلس الثانيه كلها اللي هي a sin kx plus الاوميجا تي، تمام ولا لا؟ تمام. خلاص عشان اقدر افك التريجونومتريك فانكشن دي لازم افتكر الرول اللي كان بيقولك sin a plus or negative b بيساوي sin a cosine b plus or negative cosine a sin b، تمام. ولما هنيجي نطبق الرول ده بالنسبه للايكويشن اللي فوق اللي هي a sin kx minus الاوميجا تي بلس a sin kx بلس الاوميجا تي، هنوصل في النهايه ل 2 a sin kx كوزاين الاوميجا تي. ال 2 a sin kx دي الامبليتيود بتاعه الويف الجديده، وكوزاين الاوميجا تي اللي موجوده عندي، تمام. خلي بالكم الحاجات دي مش هتوضح غير باكزامبل، وهو ده اللي هنشوفه السلايد الجايه. يبقى السلايد الجايه اللي احنا هنتكلم عليها دي عباره عن اكزامبل بارقام، خلاص، على جمع تو ويفز ماشيين عكس بعض في الدايركشن، وهنوصل فيهم للإكويشن النهائية اللي هي 2 a sin kx كوزاين الأوميجا تي. طيب لو أنا عايزة أحل إكزامبل على الستاندينج ويف، عطيني y1 بيساوي 4 sin 3 x minus 2t، y2 بيساوي 4 sin 3 x plus 2t. اول حاجه هكتشفها هلاقي ان دي واحده راحه ناحيه اليمين والتانية راحه ناحيه الشمال اللي هي البوزيتيف، يبقى معنى كده ان انا استنتج ان دول ايه؟ ستاندينج ويف. وجاي بيقول لك ايه؟ عايز يحسب الامبليتيود بتاعه الريزلتنت ويف عند اكس بيساوي 2.3 سنتيمتر. يعني معنى اصح عايزك تحسب المجموع بتاع التو ويفز دول وتطلع الامبليتيود بتاعتها، وبعد كده تشوف والله قيمه الامبليتيود دي بيساوي قد ايه في حاله ان المسافه اللي مشيتها دي بيساوي 2.3 سنتيمتر. يبقى اول خطوه انا هعملها المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا احسب الريزلتنت ويف. الريزلتنت ويف اللي هي بتساوي y1 plus y2. طب ال y1 4 sin 3 x minus 2t وال y2 4 sin 3 x plus 2t، هنعمل ايه؟ هنفكها. يعني ايه هنفكها؟ هنفكها زي ما شفنا قبل كده، ان انت عندك sin a minus b بتتفك كانها sin a cosine b minus cosine a sin b. ولو انا عندي ساين A plus B تبقى كأنها ساين A كوزاين B زائد كوزاين A ساين B. يعني معنى اصح لو انت الاشارة اللي في النص ما بين
تلاتة اكس ماينس تو تي، لو هي نيجاتيف يبقى هيبقى عندي نيجاتيف في الفك، لو انا عندي بوزيتيف هيبقى عندي بوزيتيف في الفك. يعني يعني ساين تلاتة اكس ماينس تو تي هعتبر التلاتة اكس دي هي الاي، وهعتبر التو تي دي هي البي، يبقى كأني بقول لك اربعة مضروبة في ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي، تمام؟ وهنا الإشارة في الأصل في الواي وان ايه؟ نيجاتيف، يبقى ناقص كوزاين تلاتة اكس ساين تو تي، خلاص؟ زائد واي تو، واي تو دي اللي هي مين؟ اربعة ساين تلاتة اكس بلاس تو تي، يبقى الإشارة هنا في النص زائد، يبقى كمان هتتحط في الفك بتاعها زائد، يبقى دي اربعة ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي بلاس كوزاين تلاتة اكس ساين تو تي، تمام؟ طيب ادي الاربعة كده هناخدها كومن فاكتور، يبقى كأني بقولك اربعة ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي ماينس كوزاين تلاتة اكس ساين تو تي بلس ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي بلس كوزاين تلاتة اكس ساين تو تي، ماشي؟ طب نيجي نبص الساين والساين، تمام. طب النيجاتيف كوزاين وبوستيف كوزاين دول هيكنسلوا بعض، يبقى كأني بقولك اتنين ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي. طيب يبقى عندي اربعة تايمز اتنين ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي، يبقى اللي هي كأني بقولك تمانية ساين تلاتة اكس كوزاين تو تي. لو خدنا بالنا من الجنرال فورم، الفورميلا الاخيرة اللي موجودة عندي دي، هلاقي هي هي جنرال فورم اللي احنا وصلنا لها في سلايد اللي قبلها بتاعة جمع اتنين ويف عكس بعض في الدايركشن، يبقى هتساوي اللي هي كانت بتقولك اتنين ايه ساين الكي اكس كوزاين الاوميجا تي، يبقى اتنين ايه الايه بتاعتي الاولانية بتاعة الواي كانت اربعة، يبقى اتنين ايه اللي هي تمانية ساين 3 اكس كوزاين 2 تي، يبقى هي دي الريزلتنت بتاعتي. طب هل هو كان طالب الريزلتنت بس؟ لا، ده هو طالب الامبليتيود بتاعت الريزلتنت ويف. طب الامبليتيود هنا بتساوي ايه؟ 8 ساين 3 اكس، تمام؟ يبقى 8 ساين 3 اكس هي دي الامبليتيود بتاعت الريزلتنت ويف، بس هو مش طالبها كده بس، ده هو بيقول لك هي بتساوي كام لو مشيت مسافه 2.3 سنتيمتر، يعني معنى صح الاكس هنشيلها ونعوض عليها لانها 2.3، يبقى معنى كده ان الماكسيمم امبليتيود بتاعتك بيساوي 8 تايمز ساين 3، تمام؟ وهنعوض عن الاكس بان هي 2.3 سنتيمتر، هيطلع لك في الاخر ان الماكسيمم امبليتيود بتاعتك بتساوي كام؟ 4.6 سنتيمتر، تمام؟ يبقى الاكزامبل ده هو اكزامبل تطبيقي على جمع تو ويفز عكس بعض في الدايركشن، يبقى نخلي بالنا لو انا عندي التو ويفز دول مع بعض في الدايركشن ما بيكونوش ستاندنج ويف، بيكونوا ويفز عاديه جدا، فبالتالي المجموع بتاعهم بتبقى 2 ايه ساين الزاويه الاولانيه بلس الثانيه على 2 كوزاين الزاويه الاولانيه ناقص الثانيه على 2، تمام؟ لكن في حاله ان الاثنين دول عكس بعض في الدايركشن بنستخدم الرول بتاعنا اللي هو ساين اي كوزاين بي بلس ساين بي كوزاين اي، سوري اللي هي الرول بتاعنا اللي هو ساين اي كوزاين بي بلس اور نيجاتيف كوزاين اي ساين بي، تمام؟ ديبندنج على الويف بتاعتي اذا كانت بنيجاتيف ولا بالبوزيتيف، واطلع الريزلتنت فانكشن اللي هي في الاخر بتبقى كانها 2 اي ساين الكي اكس كوزاين الاوميجا تي، ده الجنرال رول اللي موجود عندي، تمام؟ يبقى احنا بكده خلصنا اخر اكزامبل موجود عندنا في الليكتشر دي، واخر اكزامبل كمان موجود او اخر فكره موجوده عندنا في الشابترز ده. يبقى احنا خدنا في الشابترز بتوع الساوند خدنا يعني ايه اصلا ويف، وخدنا البروبرتيز بتاعتها ازاي احسبها من وجهه نظر السبيد والويف لينث والبيريودك تايم والحاجات دي، وبعدين خدنا بعد كده ازاي اتعامل معاها كويف فورم، يعني معنى صح ماثيماتيكال وايز ان هي دايما في الرمز بتاع اي ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي، واتفقنا ان الاي امبليتيود وامتى تبقى رايحه لليمين بالاشاره بتاعتها نيجاتيف وامتى تبقى رايحه للشمال الاشاره بتاعتها بوزيتيف، وبعدين خدنا ابلكيشن على الكلام ده من خلال الساوند ويف، وبعدين خدنا ابلكيشن ثانيه لو انا عندي سماعتين بيطلعوا نفس الصوت، تمام؟ في نفس الاتجاه بيبقى شكلهم عامل ازاي الريزلتنت بتاعتهم، ولو انا عندي تو ويفز عكس بعض في دايركشن ازاي اقدر احسب الريزلتنت بتاعتهم. بكده يبقى نهينا تاني سكشن بتاعنا في المنهج خاص بالويفز. احنا اول جزء خالص كان خاص بالفكتورز ونيوتنز لو والورك والانرجي، وخدنا ابلكيشن على الويفز، تمام؟ ونهينا كده بالمحاضره دي جزء الويف. ان شاء الله باذن الله من المحاضره الجايه هنبتدي جزء جديد عندنا اللي هو جزء الالكتريكال. شكرا، ولو في حد محتاج اي حاجة بليز contact me، وان شاء الله بإذن الله هندي في السلايد الاخيرة conclusion عن الجزء ده من المحاضرة.
طيب كconclusion للمحاضرة احنا خدنا ان reflection و refraction interference polarization و diffraction هما دول ال behavior بتاعت ال waves. انا مهتمة في المحاضرة دي جدا بال interference لان ال application بتاعت المحاضرة دي بيزد عليها, فبالتالي خدنا interference اللي هو التداخل. انا عندي نوعين, نوع هدام ونوع بناء. النوع البناء بسميه constructive والنوع الهدام بسميه destructive. الconstructive ده بيحصل في حالة ان انت عندك two waves two trough او two crest قبل بعض, لكن destructive بيحصل لما يحصل عندي one crest تقابل one trough. تمام. السوبرposition معناه algebraic summation بتاع two waves عندهم نفس الamplitude نفس الfrequency نفس الspeed و moving in the same direction. وفي حالة ان انا عندي standing wave السوبرposition بتاعتهم بنقدر نحسبها, وخدنا زي طريقة حسبها. بفكركو ان standing wave دي بتحصل بس للwaves اللي ماشية في opposite direction, وبالتالي لما نمثلها ماثيماتيكلي بيبقى عندي حاجه اسمها اي ساين كي اكس ماينس الاوميجا تي مع اي ساين كي اكس بلس الاوميجا تي, عشان نبين ان واحده راحه ناحيه اليمين وواحده راحه ناحيه الشمال. وبكده نبقى نهينا الجزء ده من الويف, وان شاء الله ستارتنج من المحاضره الجايه هنبتدي الجزء الالكتريكال. شكرا جدا, ولو في حاجه هكون سعيده جدا ان انا اجاوب على الاسئله بتاعتكم. يلا مع السلامه.